حصار فرضته مياه الأمطار للمعتدين على مسارها بالوديان، ما جعلها تبحث عن كافة المنافذ التي انتهت ببلوغ مستويات منسوب مهم وصل 10 سنتيمترات وأكثر ببلدية تاجنانت بولاية ميلا. راقبوا في الجماعة اللي راهي تبني، هذه أرض فلاحية، كيف قلبوها باركات بنيات كل. الويدان واد بناوه داروا سكروه. ولا الماء كيجي باه يجي في بلاصته ولا يفوت على السكان. راهم سكروا علينا ذوك الواد كان بكري كان يمشي. ذوك سكروا من فوق سكروا، عاد كيجي عاد يتفلق ما كانش منين يمشي. ما كانش منين يمشي. ولا خشوك يطلع لنا كيما السيد هذا تشوف فيه، هذا السيد مسكينه وهنا خشتوا للدار هنايا. منازل دفعت ثمن البناءات التي أنجزت فوق الوديان على امتداد البصر مستغلة الفترة الماضية من شح الأمطار، ما جعل عودتها تكون أكثر إيلاما في ظل محاولة التجاهل لخطورة جريان الوديان النائمة. رانا درنا قرارات هدم، رانا ان شاء الله راح ننفذوها. الناس هذه اللي راهي تعدات على الوديان، وايضا تلموا كاين الامور تاع الجفاف اللي فات المنطقه عندها بزاف هي جفاف، الناس نسات الوديان. صور معبره عن نفسها من مستوى التهديدات التي تشكل مساسا بالامن العام للسكان بفعل الاعتداءات على مقومات الطبيعه، يدفع الكثيرين ثمن التناسي المتعمد.